تشارك الصندوق الدولي لحفاظ الحبارة لهذا العام في معرض أبوظبي الدولي للصيد الفروسية في جناح خاص ومختلف ومتعدد المعلومات للجمهور. أولها رؤية الموالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه لهذا المشروع في عام 1977، حيث لاحظ تناقص أعداد الحبارة في البرية فأمر بدراستها ومحاولة إكثارها، ومن بعدها استمرت البحوث والدراسات وإنشاء المراكز في الدولة وخارجها لعامنا هذا، حيث تم إنتاج أكثر عن 89 ألف طائر حبارة في مراكز الصندوق في دولة الإمارات والمغرب وكازاخستان، حيث الجمهور تعرف فيه جناح الصندوق لهذا العام آلية إكثار هذا الطائر في مباني الإكثار من الإكثار الاصطناعي المتبع في المراكز، ومن بعدها تفريخ البيض ورعاية للأفراخ ورعاية الحبر أو الحبارة قبل الإطلاق. أيضا الجمهور بإمكانهم مشاهدة طائر الحبارة الحي عن قرب والتعرف على أهم خواصه، بالإضافة التعرف على خطوط هجرة هذا الطائر والإطلاقات اللي تمت في الأعوام الماضية، بالإضافة نعرض الجمهور أهم مبادرات الصندوق التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لترسيخ مفهوم الاستدامة والمحافظة على طائر الحبارة في مناهج التعليم. طبعا معرض الصيد والفروسية دور العشرين دائما نادي تراث صقار الإمارات يطورون المشاركات ويستقطبون شركات جديدة. الحمد لله المعرض الحين اليوم السادس، لقينا إقبال جميل في الأيام الماضية، عدد الشركات المشاركة حكم خبرتي ومشاركتي في السنوات الماضية العدد أحس أنه زاد. طبعاً مشاركة تسليح في معرض صيد مهمة بالنسبة لي. هالسنة وجودنا بالمعرض نعرض المنتجات الجديدة من الشركات الإيطالية، وعندنا قسم الأسلحة الهوائية وأسلحة الخرز ومنتجات جديدة من ألمانيا، من تايوان، من فرنسا، وعندنا الشق الثالث اللي هو الشوترز أرينا، اللي هو مركز ترفيهي التثقيفي للشباب في تأهيلهم في استخدام الأسلحة بالشكل الآمن والسلامة. فطبعاً نحن دائماً نحرص على وجودنا في معرض الصيد الفروسية، وفي هذا المعرض الحمد لله احنا وقعنا مع نادي الفرسان للرماية، وإن شاء الله يكون لنا مقر هناك في تسليح تاكتيكال، محل في بيع منصة بيع الأسلحة الهوائية والنارية والأكسسوارات. شركة معنية بالأمن المائي داخل الدولة، وعندنا ريفوليوشنري ماشين بتصنع ماء من الهواء. هذا المكن بيتم تجميعه داخل الدولة في مصانع العين، وغرشات المياه بيتم تجميعها وتعبئتها في مصانع كيزات. غرشات المياه بيتم عملية إعادة الريسايكلينج بعد الانتهاء من الغرشات، بيتم بعثها للمصنع وبنعملها سانيتايزيشنز وبيتم استعمالها مره ثانيه. احنا مشاركين في معرض الصيد والفروسيه، وهو من اهم المعارض داخل الدوله المعنيه بالفروسيه والتراث والهانتنج والفيشنج داخل الدوله، وعندنا منتجات خصيصا مخصصه للهانتنج. يعني فيك تاخذ الماكينه معاك في البر، في البحر، في البيت، في السياره، اينما ذهبت يكون معاك منتجك داخل سيارتك او داخل المركب او داخل الخيمه، وينتج لك ماء من الهواء، ماء نقي 100% مع إضافة الأملاح والمعادن، وهو زيرو صوديوم ومتعادل طلوياً بنسبة 8%. والأحدث من هذا أنه هو اختراع ثوري، بمعنى أنه ينتج لك ماء من الهواء، يعني أن إحنا مش لازم تستعمل مية البلدية أو تشتري المياه حتى تشربها، لا، إحنا بندي لك منتج ثوري ينتج لك الماء من الهواء، اللي هو بيسموه atmospheric water
او اللي هو يتم سحب الهواء من الجو واستخراج الرطوبه على شكل مي، وتحصل لها عمليه فلتريشن بيمر بسبع مراحل من الفلتره، ثلاثه للهواء ثلاثه للماء، ويتعدي وتمر على الاشعه التحت بنفسجيه حتى تقتل اذا بكتيريا، اذا لا مصلح الله اذا كان فيها اي نوع من انواع البكتيريا يتم التخلص منها نهائيا. الزجاجات او الغشات المي يتم استبدالهم من العميل مباشره مع برنامج نقاط هيكون موجود في المستقبل ان شاء الله. هذه مشاركتنا الخامسة في المعرض الدولي أبو ظبي للسيادة الفروسية. إحنا متخصصين في مجال الجومبينات، ومعرض زي هذا كثير مهم لنا لأنه بيعتبر بداية الموسم لكل اللي بيحبوا البر وبيحبوا الصيد إنهم يجهزوا سياراتهم. إحنا في شركتنا متخصصين في صناعة الجومبينات والسسبنشن لأغلب سيارات الدفع الرباعي. فلبداية موسم الصيد وبداية موسم البر أكيد كثير زوار بيقبلوا على المعرض عشان يجهزوا سياراتهم، فإحنا بنوفر هاي الخدمات كاملة لإلهم. الحمد لله طبعاً المعرض الدولي للصيد والفروسية بيجذب كثير من الناس اللي بيهتموا في مجال البر ومجال الصيد، وإحنا كشركة متخصصين بتجهيز السيارات هذه، السنة هذه كان في إقبال كبير من زوار من داخل الإمارات حتى من برا الإمارات مثل عمان السعودية والبحرين، والإقبال كان صراحة كنا متفاجئين بحجم الزوار اللي زارونا خلال المعرض هذه السنة. وإن شاء الله السنة الجاية بنكون مشاركين.